يستفاد من قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء أن على المذنب ألا يأمن مكر الله عز وجل، وأن عليه أن يحذر من الذنوب ولا يكن كالمنافق الذي وصفه ابن مسعود رضي الله عنه كما عند البخاري، وقد وصف قبله المؤمن قال إن المؤمن يرى ذنوبه كجبل يخاف أن يقع عليه، وأما المنافق فيرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا فطام. وذلك لأن الإنسان ضعيف لا يستطيع أن يتحمل اليسير من عذاب الله، قال عز وجل ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار فيغمس في النار غمسة، وهي غمسة واحدة، فيقال يا ابن آدم هل مر بك نعيم قط؟ فيقول لا والله يا ربي، فأنسته هذه الغمسة الواحدة كل ما مر عليه من نعيم ومتع الدنيا. ومع ذلك فإن عذبه الله عز وجل فبعدله، ما ربك بظلام للعبيد وما الله يريد ظلما للعالمين، وإن عفى عنه فبفضله. ومع ذلك فالتوحيد مرتقى عظيم، قال النبي عليه الصلاة والسلام لكل نبي دعوة مستجابة قد دعا بها، أما دعوتي فادخرتها شفاعة لأمتي فهي نائلة إن شاء الله من لم يشرك بالله شيئا.